يعطيكم العافية. طبعا أنا حبيت أعمل هذا الفيديو لوصل رسالة للمعنيين بالموضوع. طبعا نحن صرنا 3 أيام هون بدولة الكويت كمغتربين لبنانيين، كمقيمين لبنانيين، عم نعاني من موضوع الغرامات يلي نزل في قرار آخر يومين. وهذا القرار للأسف مع انه صحيح اتضرر منه نسبة كتير كبيرة، انا بحكي على الجالية اللبنانية، نسبة كتير كبيرة من الجالية اللبنانية تعرضت لغرامات هائلة. طبعا الاسباب اسباب كتيرة، نحن لحديت هلا مش عارفين شو هي الاسباب يلي ما كان عنا علم ولا تبلغنا فيها قبل بوقت. انا من الاشخاص يلي طلع عليه غرامات، وغرامتي انا 600 دينار، اي يعني بما يعادل 2000 دولار. هذه الغرامات مزبوطة والقرار مزبوط، والدولة الكويتية اكيد لما نزلت القرار ما بتنزل القرار عن عبس، هذا القرار مزبوط، ولكن كيف الترجم بعدين؟ هل هو وصل للسفارة؟ السفارة بتقلنا انه نحن ما تبلغنا، وزارة الداخلية الكويتية بتقول نحن بلغنا كل السفارات. نحن جماعة مش عارفين الصح وين، مش عارفين وين المزبوط، مش عارفين شو هو، يعني مش عارفين شيء، مش عارفين وين الصح. يعني الوزارة بتقول نحن بلغنا السفارات، والسفارات بتقول نحن ما تبلغنا، ولكن للأسف المصيبة والكارثة وقعت علينا نحن كوافدين. أنا من خلال هذا الفيديو بوجه نداء عاجل للمعنيين وللمسؤولين باسمي وباسم الجالية اللبنانية، منوجه نداء للمسؤولين بلبنان، للسياسيين بلبنان، للوزراء، للنواب. يا جماعة نحن واقعين بمصيبة، 80% من أفراد الجالية اللبنانية واللي عندهم عيال وطلعت عليهم غرامات، ناموا فاقوا لقوا عليهم غرامات بمبالغ كبيرة. يعني إذا أنا بحكي عن حالي طلع علي 600 دينار بما يعادل 2000 دولار، فما بالك يلي عنده عائلة، يلي عنده 5-6 أشخاص، أولاده مرته، مبالغ ب 3000 و 4000 دينار. هيدا شو بيعمل؟ بيبيع حاله، بيبيع سيارته، بيبيع أولاده لحتى يسد هيدي الغرامات. نحن صرنا يومين عم ننطر كل يوم الجريدة ينزل قرار، السفارة تدخلت بس، ولكن لحديت هلا ما في أي نتيجة. شو ناطرين؟ ناطرين لحتى نحن نروح ندفع المصاري ونخسر بسبب بعض الأشخاص، بسبب ناس مهملة ما خبرتنا إن كان بالسفارة ولا غير السفارة. نحن مش مضطرين نتحمل شيء نحن ما إلنا ذنب فيه. القرار صح، الدولة الكويتية ووزارة الداخلية عطت قرار، هذا القرار مزبوط ومن حقه طبيعي وهذا بالقانون، ولكن نحن ما تبلغنا لا بسفارة ولا بوزارة ولا بمطار ولا بأي مكان انه نحن المفروض، نحن لما نجدد الباسبور انه المفروض نروح على وزارة الهجرة ونعمل تحديث بيانات. نحن طلعت علينا غرامات بالهبل. انا بدي اقول للمسؤولين بلبنان يتفضلوا يتدخلوا، بدل ما هن قاعدين بالبيوت، لا رئيس جمهوري انتخبته ولا مجلس انتخبته ولا بلد عم بتزبطه، وكمان احنا كمغتربين ما حدا بده يتطلع فينا، بس شاطرين تقول نحن ونطرين المغتربين لحتى ينزلوا بالصيف وهن ينعشوا الاقتصاد. اتفضلوا، نحن هلا واقعين بمصيبة، واقعين بكارثة هون، بدنا حدا يتدخل، بدنا مسؤولين بلبنان يتدخلوا. يا تمام سلام، يا رئيس الوزراء، يا محترم، اتفضل اتدخل، اتفضل اعمل اتصالاتك واتدخل مع الدولة الكويتية لحتى ينحل الموضوع، لحتى تنشال عن الغرامات، لحتى يعطونا مهلة شهر شهرين لحتى نظبط اوضاعنا. يا مسؤولين، يا سعد الحريري، يا نبيه بري، يا ميشيل عون، يا وزراء، يا نواب، يا رؤساء، اتفضلوا ابعتوا هيئة دبلوماسية، وفد دبلوماسي على الكويت لحتى يحل الموضوع، لانه نحن بكارثه، نحن ما فينا ندفع الغرامات اللي طلعت علينا. العيال، البي اللي عنده مرته واولاده شو بيعمل؟ طلع عليه 2000 3000 دينار، اي ما يعادل 10000 دولار، شو بيعمل؟ لازم حدا يتحرك بالموضوع، لازم حدا، نحن بدنا حل،
ما فينا نضلنا ناطرين هيك كل يوم عم ننطر الجريدة من بعد الله. نحن عم ننطر يعني عم نقول طالبين العون من ربنا اكيد اول شغلة، بس بعدين في مسؤولين بيتحملوا مسؤولية هذا الشيء. بالاخر انا بوجه باخر كلمتي كلمة واحدة لوزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد، انا بطلب منه ينظر لوضعنا نحن، وبوجه له تحية كتير كبيرة، ونحن بنقول له نحن تحت سقف القانون ونحن تابعين للقانون ونحن مع القانون والقرار صح 100%. بتمنى هيدا نداء عاجل لكل الاشخاص المعنيين السياسيين بلبنان يتفضلوا يتدخلوا ويحلوا هيدي المشكلة، لانه في كارثة صايرة وما حدا حاسس بالعالم ولا حدا حاسس فينا. يعطيكم العافية.